يطلع ويقول ان اللي على الشريط ده مش انا والجمهور اللي شافه ده كله اعمى. يا انسه داليا انت ما تعرفيش اهل البلد دي كويس. اهل البلد دي بيشوفوا بودانهم. هم تعودوا يصدقوا اللي يسمعوه بودانهم اكتر بكتير من اللي بيشوفوه بعينيهم. احنا احسن حاجه ان احنا ما نتكلمش عن الشريط ده خالص كانه لم يكن. ازاي بقى والملايين اللي شافوا الفيديو على اليوتيوب؟ نحلق. سياسه التجاهل هي الحل. بس انا ما اظنش انه هيقتنع بالكلام ده. آفه حارتنا النسيان. بقى يا نصر توصل بيك الجرأة انك جاي تقنعني اشتغل مع اللي اسمه مرسي ده؟ حق عليا اني بفكر في اصحابي وعزلهم الخير. عليا انا يا الحدايه بترمي كتاكيت؟ انت عايزني معاك في السبوبه دي ليه؟ اهو نحط ايدينا في ايدين بعض ونستفيد كلنا. وانا ايه اللي يخليني اقسم مكسبي من محفوظ مع اي حد تاني وخصوصا اللي اسمه مرسي ده؟ يا سلام لو صبر القاتل على المقتول يا اخي. يا شاوي يا اخويا افهمني كويس، محفوظ عمره قصير في الشغلانه دي، موضه وهتنتهي، خصوصا بعد اللغط اللي عمله الفيديو اللي نزل امبارح في التلفزيون. اما خاف يا كان اعظم، احنا عارف حاجينا من وراه ايه بعد كده. فانت تاخده في مده العقد بتاعتك اللي هي 6 شهور، وكويس انها 6 شهور، تعصره فيهم وبعد كده تبصيل مرسي وانت كسبان في الحالتين. نصر انا بشهد لك انت عالمي. انت تعرف عنه حاجة تانية غير موضوع الشريطين؟ مش كل حاجة تتعرف تتقال يا أستاذ شوقي. طب يسرية تفتكر انها هتسيبه؟ يسرية دي انا اقدر اقلبها عليه في ثانية. ازاي يا نصر؟ كلمة السر داليا، ومش هقول اكتر من كده. يعني احنا فينا من الحركات دي برضه يا باشا؟ يعني تبعتوا لي العربيات بتاعتكم والرجاله ويعملوا لي قلق في المنطقه؟ احنا المفروض نقول لك فينا من الحركات دي يا محفوظ؟ لسه بتخبي علينا؟ لو بالنسبه للفيديو اللي نزل امبارح، لا انا متكلم عليه في التحقيق. كريم باشا لو سمحت تجيب الملف بتاعي توريه للباشا، متكلم على كل حاجه في التحقيق. كان الله في عونك. سأذهب وأنتظرك مع الجماعة، لا تتأخروا علينا يا أخ أشرف. موفق بإذن الله. لا تقلق يا أخ رفاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. تقبل الله يا أخ رامي. منا ومنكم ان شاء الله. استاذن انا بقى عشان الحق البرنامج. اقعد يا محفوظ، اقعد. اقعد، اقعد بس. اتفضل يا محفوظ. انت خلصنا ويت روح ولا ايه؟ هو يحيى قال لكم حاجه غير كده؟ احنا اللي نعرفه انك لو قلت اه ولا قلت لا. كالعاده يعني. لا اه ولا لا، مراجيح يعني. ما اقول يعني اطلعكوا اي كلام يعني؟ لازم اروح طبعا. هتنفي يعني؟ وانفي ليه؟ انا انفي ليه؟ انا مفيش على راسي بطحه. ولو انا ما احترمتش الناس، الناس دي مش هتحترمني. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا زلطه؟ هتقول لهم ايه يعني؟ صدق بالله. لا اله الا الله. اقسم بالله ما انا عارف هقول ايه لحد دلوقتي. اصل الكلام ده رزق يا باشا، رزق. بعدين اللي غلط لازم يعرف غلطته عشان ما يغلطش تاني. ازاي بقى؟ ما تسألنيش سعادتك. زي ما محفوظ زلطة في فيديوهين هما اللي خلوه مشهور، في فيديوهين دلوقتي موجودين على النت عاملين مشكلة كبيرة. في فيديو منهم قبل 11 سبتمبر وهو بيعلن ان هو هيفجر نفسه، والفيديو التاني يوم 11 سبتمبر وهو بيرقص بعد تفجير البرجين. قلنا يعني لازم نسأل، لازم نفهم ايه الحكاية. فيديوهات غريبة ومعانيها اغرب. قلنا لازم نستضيف الاستاذ محفوظ زلطة وهو يقول لنا ايه التفسير. اهلا استاذ محفوظ. اهلا وسهلا استاذ عمرو. هل صحيح حضرتك كنت هتفجر نفسك؟ يعني افجر نفسي ازاي؟ انا مش عارف يعني. ما انا قدام سعادتك اهو، يعني ادي ايديا وادي رجليا وادي رقبتي. يعني اه صحيح. هو السؤال ما فكرتش نفسي ولا حاجه. هو السؤال قد يبدو غبي يعني. طب يعني هو المساله كلها كانت هزار يعني؟ لا
لا هزار ايه؟ هزار ناسف بجد. كانوا أسوأ 5 دقايق مروا عليا في حياتي كلها. بعد كده نزلوني في السوق علشان أفجر نفسي. في الآخر اتضح إن ده كان اختبار ولاء. اختبار ولاء؟ أيوه. وحضرتك بقى عديت الاختبار؟ كان ضهري الحيط. ما كانش قدام مني حل تاني. وللأسف بقى سعادتك إن اللي يعمل فيك ده يكون ابنك. بيقولوا المحللين بتوع السياسة، ولماذا الآن؟ خيابة. خيابة بعيد عنك. لعب عيال صغيرة في حضانة. مقلب حرامية من بتاع زمان. بس أنا عايز أقول لسعادتك حاجة يعني، خلي بالك يعني. من حفر حفرة لأخيه إيه؟ وقع فيها. الله ينور على سعادتك يا أستاذ عمرو. طب إيه اللي ضايق الناس دي؟ إيه اللي نكد عليهم؟ إيه اللي ضايقهم قوي كده؟ إيه اللي ضايقهم قوي كده؟ سعادتك ليك في الشطرنج. يعني كنت بلعب شويه وانا صغير يعني. جميل. الملك مزنوق وقدام منك حل من 2. ايوه. عشان تنقذ هذا الملك. أيوة. تضحي بالوزير ولا تضحي بالطبيعه؟ لا وزير لا، احنا ما بنضحيش بوزراء خالص. اسمح فوز. الطبيعه تروح في 60 داهيه. الله ينور عليك. اللي عايز اقول للي بيشوفونا دلوقتي، خلي بالكم ما تضحوش بالقطع المهمه، لان الحياه شطرنج والدور لسه مخلص. بس سيادتك يا فندم طلع عندك بعد نظر فعلا. محفوظ زلطة ده ذكي وحريص، واضح ان في عنده حاجات كتيره جدا لسه ما قالهاش. مش بريء زي ما شاكر بيقول. الحقيقه كريم، شاكر هو الوحيد اللي كان بيطلع منه بجمله مفيده ومفهومه. يعني ايه يا فندم؟ يا كريم الحكاية ما بقتش انت ولا شاكر، الحكاية بقت انا شخصيا. زلطة مصر يمسح تاريخي في الجهاز هنا، مصر يركبنا مراجيح. تمام، يبقى ده الوقت اللي لازم يشوف فيه الوش التاني. خلاص فات المعاد وبقينا بعاد. الكلام ده كان زمان، كان في الاول، كان من بدري. اكيد يا فندم بعد الحلقة دي اسمه وصيته هيبقى في العالي. هيزيدوا. زلطة. نزولا عرابة الجماهير ومن أول الشهر، محفوظ زلطة اكسكلوسيف على الساعة اليوم. الراجل ده لما ظهر البلد كلها اهتمت بيه، آراءه الجريئة، كل الناس عايزة تسمعه كل أسبوع. بنقول لكم زي ما ظهر عندنا حصريا، هيبقى عندنا كل أسبوع حصريا. الراجل اللي بيتكلم على البلد، على الوطن، عن المواطن. أرجوكم ابقوا معنا. دي تاني مرة يعيدوا الحلقة. الريتينجز وصلتني من شوية. محفوظ أخوك مش نفد منها وبس، لأ ده طلع كسبان كمان. الحمد لله الحمد لله. أنا قلت الماضي الأليم رجع تاني ومحفوظ هيشدني لتحت ويدمر لي مستقبلي السياسي اللي بنحطه في الصخر. فكرتني، فكري بيقول لي انك عايز تترشح عند دائرة باب الخلق، صحيح الكلام ده؟ اظن يا فندم ان جه الوقت ان الحزب يدعمني هناك، انا برضو ابن المنطقة اصلا. ركز انت في مشاكل الناس وطلباتهم، ولو اثبتت نفسك ساعتها بس هنبقى نتكلم. اتفضلي يا ستي. ولسه عندي جوه قدهم 2-3. كل دي طلبات الناس سايبينها لك؟ ايوه ستي، من ساعة الاعتصام منفض اي حد يشوفني او يشوف حد من طرفي اديله ملف، دوسيه، ظرف، ورق، كلها طلبات. اللي عايز يشتغل هنا، اللي عايز يشتغل برا، اللي متأخر له مكافأة، اللي متأخر له معاش، اللي بيدور لواحد قريب وراجل كبير تعبان على بيت مسنين، حتى اللي عايز يركب عداد أو ماسورة مجاري ضربت عنده بعت لي طلب. زي ما أكون فجأة أنا بقيت الرئيس المسؤول عن البلد دي والمسؤول عن حل كل هذه المشاكل. أنت أهم دلوقتي. عارف ليه؟ عشان أنت البطل اللي منهم بجد. أنت اللي شايفين نفسهم فيه. بطل إيه بس؟ أنا لا بطل ولا ساحر ولا أنا الحكومة عشان أحل كل الإشكالات دي. قدرك بقى.
الناس ما بيصدقوا حد يتعلقوا بيه ويعلقوا كل أحلامهم عليه. أنا اللي هينقطني بقى، الحكومة فين من ده كله؟ ولا اللي الناس مختارينهم عشان يمثلوهم في مجلس الشعب ويكلموا الحكومة باسمهم راحوا فين؟ أنا من ساعة ما رجعت يا داليا وأنا حاسس إن بلدنا دي بقت بلدين، بلد ما بالخلق، الناس الطيبة، الناس الجدعان، الحارة، العطفة، الزقاق، عربية الفول، القهوة البلدي، نصبة الشاي، ناس الغلابة اللي عايشة اليوم بيومه، اللي ما يعرفوش بكرة من امبارح. وبلد تانية بقى، بلد تانية خالص، غريبة، بلد التاجي جروب، المدن الجديدة، الكافيهات، المولات، التكاوي، الشوارع الواسعة، بلد ولاد الناس، الناس اللي بتلمع وبتبرق، الناس اللي انت منهم يا داليا. بس انا ما اخترتش ابقى منهم. ولا الغلابة اختاروا انهم يبقوا غلابة، هي دي الدنيا. لكن البلد التانية دي لو ما قربتش من البلد الاولانية وحست بيها وقدمت لها ايديها هتغرق معاها. احنا لو ما حسيناش ببعض يا وينا من بعض. اطلع اقول الكلام ده في التلفزيون. هقوله داليا، بس انا لوحدي مش كفاية. على الاقل نبقى مندي للناس امل يعيشوا بيه. ماشي يا ستي، استعنى عشاء بالله. شيخ محمد متولي شعراوي قال ايه؟ اتمنى أن يصل الدين لأهل السياسة ولا يصل أهل السياسة إلى الدين. الناس دايما بتتكلم عن الظلم، محدش أبدا بيعمل حاجة عشان يوقف الظلم ده. نحن في بلد فيها منارة الإسلام، الأزهر الشريف، الإعلام سلطة رقابية، لازم أنا قبل ما أتهم حد يكون معايا الدليل. مفيش حاجة ممكن تتغير إلا بالفعل مش بالخوف. أحلى حاجة في الحياة الحب والأمل. أخيرا وصلنا بعد أسبوعين بالتهلكة. جهزتك بالنجاح الباهر. ندواتك حققت أعلى معدلات حضور في الوطن العربي يا محفوظ. الله يشوف أبو حمد، طالما هنا نضيف ما تخافش من حاجة أبدا. تعرف يا محفوظ إن الفكر الغربي تغير تماما بعد أحداث 11 سبتمبر، وقرر إنه ما يدعم الحكومات المستبدة وبيدعم الشعوب عشان يصير عندها ديمقراطية وما يسمى بالفوضى الخلاقة. طب هو الغربي قرر لنا ليه؟ ما احنا نقرر بنفسنا، مش عايزين نصايح من حد يا أخي. هذا المفروض يكون. تعرف يا محفوظ إن عيدك بينتهي هالأسبوع مع المحطة الفضائية مال شوقي صديقك. يعني من حقك انك تجدد يعني معاهم او مع غيرهم. ياه، بقى الشؤون دي كلها عدت بسرعه كده ما شاء الله. بس اقول لك، انا هالمره اكتفيت باني اقوم بدور المتعهد، نظمت لك الندوات اللي حضرتها في الوطن العربي، لكن انا ابغى منك اكثر. خلي الاستاف عندي يرسل لك عقد واضح عشان تشتغل معانا، ويعني افتكر احنا اقرب لك من الثانيين. ان شاء الله يصير خير يا ابو حمد، ان شاء الله يصير خير باذن الله. يصير خير، فوت بس على السوق الحره نجيب شويه حاجات نفرح الاولاد. تمام حبيبي. رجع النهارده بالسرعه دي؟ كنا مستريحين. ايه سيادتك، كنت عايزه يفضل بره على طول ولا ايه؟ لا مش على طول، حد اخر السنه بس لما حركه التنقلات تنزل. ما كنت شفت لي اداره تانية اسوي فيها معاش يعني. بلد تعبانه
مش ناقصها يعني، مش مستحملة. سيادتك البلد مستحملة أهلها وناسها بقالها كتير، هتيجي على محفوظ زلطة؟ مش هو لوحده بس، هو وغيره. الأوامر إن البلد تتلم شوية على ما الانتخابات تعدي. سيادتك عايزني أستخدم محفوظ زلطة؟ تفرتش عضلاتك أوي كده، أنا مش شايفك من ساعة ما مسكت الملف بتاعه. بينت سيطرتك عليه، لسه لسانه طويل وبيحرض الناس على الحكومة وعلينا. سيادتك هو ما بيحرضش، من وجهة نظره يعني هو شايف ان دي امانة ولازم يوصلها للناس. اوكي يبقى الاوامر هتجيله من فوق زي ما بتجينا بالظبط. فكري تحركات المنظمات اللي طلبته مني يا فندم. ها لسه فيها؟ لا ايه يا فندم، واضح انهم بيدبروا حاجة، لكن هي ايه مش باينة لحد دلوقتي. عملية ارهابية جديدة؟ وارد جدا. خليكوا على اتصال بالجهات الامنيه اللي بتتعاون معانا وبلغوني اول باول. ها تمام سيادتك. فاهم، مش هتتخيل كنت سايب فراغ في حياتي كبير ازاي وانت مسافر. يزيدي ده انا قلت انك استريحت مني اسبوعين اهو. يبقى اكيد انت اللي حسيت بكده، كنت واخد اجازه ومستريح مني. العكس، انت كنت على بالي طول الوقت. بجد؟ بجد. انت عارفة بقى اول ما شفت ده في المطار حسيت انه ليكي. ما تسألنيش ليه. استنى بقى ثانية واحدة. الله ميرسي. اتفضل يا اخ الشيخ مرسي باذن الله. الشيخ مرسي بارك الله فيك. الشيخ مرسي بارك الله فيك. الشيخ مرسي باذن الله. الله، دي الصور بتاعت المؤتمر النسائي للحزب، بس انا مش شايف على المنصه غير الرجاله. شوف يا نصر، الاخوات يكلموا الاخوات من وراء ابواب مغلقه، واحنا نكلم رجالتهم على الملأ، والا هيختلطوا بالرجاله بقى وتبقى ميخة. ايوه بس انا سامع انكم ناويين تنتخبوا اخوات مناقبات فضيلات عشان كوتة المرأة في البرلمان. طب ازاي؟ ما هما مش هيبقوا سافرات، لكن لو فازوا هيبقى لهم مكان تحت القبة يقعدوا فيه معززات مكرمات. هنعمل ايه يا نصر؟ الضرورات تبيح المحظورات. على العموم انتم قادرة. سيبك بقى من السياسة وخلينا في الإعلام يا نصر. ها يا حبيبي الجديد، هو شوقي إيه لسه متردد لغاية دلوقتي. هو موافق على إنه يبقى مستشار بس مش بصفة رسمية. وانت تحت الترابيزة يعني يا سيدي؟ احنا موافقين يا مولانا، ولو إن الأهم من شوقي عندنا محفوظ. الغالي الغالي وصل وزمانه دلوقتي في باب الخلق. والله احنا هنقول له وافق اما نشوف. ولو ما وافقش يا نصر؟ انا واثق انه مش هيوافق. انضمامه لينا اصبح من الضروريات مش رفاهيه يا نصر. احنا يا حبيبي محتاجين لحد في شعبي. شوف احنا هنفضل نعصر فيه لغايه ما يلاقيش حد قدامه غيرنا، وبعد كده والله وافق ما وافقش يبقى ذنبه على جنبه. خلاص يا اخوانا، خلاص قلنا خلاص كده، خلاص هناخد منكم الطلبات وكلها هنبص فيها ان شاء الله. سلامة. ها ايه رأيك؟ لا حاجة جميلة جداً 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 جداً، بس انا كنت شايف يعني مفيش لزوم للمكتب ده خالص. يعني انت مرضتش نخلي لا في المهندسين ولا في الدقي، هتقابل الناس فين؟ في البيت؟ فين البرستيج؟ حاج جابر بقى
اكرمكم لما جارتكم المكان ده ولا لا؟ هو اصلا كان فاضي من ساعه ما جارتكم اتجوزت صح؟ ما تعرفيش هي مبسوطه معايا ولا لا؟ اتفضل يا استاذ محفوظ. ايه دول يا استاذ؟ لا عندنا كمان يجي ثلاث شويه زيهم جوه، ربنا يديك طول العمر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وإن احنا هنقعد بقى لو انت نفرهم ورقه ورقه وطلب طلب. لا اقعد لوحدك، انا الديسك تعبني ومش هقدر اقف كتير. يا مالك يا حبيبي يا حكايه الديسك ده؟ لا يا بابا انا مش طالب منك بر ولا احسان، ده عمل بتتقاضى عليه كل اول شهر مرتب مش من حظك. يا ابو ناسب انت هتعايرني بالقرشين اللي باخدهم منك؟ لا مش اصول دي برضه يا اخي. مش موضوع معاير ولا غير معاير يا حاج. لا يا حبيبي لا يا بابا. حاضر حاضر. طلب يا شيخ حامد. يا شيخ حامد انا طلبي ما يستناش يا شيخ حامد. ايه 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 طبعا يا حاج شعيب، والله بعقد الهاء طلبك ما يستنى دقيقه واحده. يعني في الحالتين عامل لي ازمه، وهو ارهابي وبيطردوه في الجبال وبيعتقلوه في الامن، مهدد مستقبلي السياسي، وهو نجم نجم ومحبوب وروح شعبيه برضه مهدد مستقبلي السياسي. انت اللي يهمك باب الخلق، انت مش هترشح نفسك عن دايره العالم العربي. وهو في حد واخد باله باب الخلق غير منه ومن الشيخ مرسي السعيد اللي نازل بتقوله ده كمان؟ وفي شعيب داغر راجلنا. في اتفاق ما بيني وما بين شعيب، هو هينزل عمال وانا هنزل فئات، بس برضه محفوظ مغلوش علينا. هو محفوظ صرح او حتى لمح انه ممكن يرشح نفسه؟ خالص يا فندم، بس كل اللي بيعمله يؤكد النية دي. يبقى خلاص الصراحة هي الحل، مادام هو فعلا مش ناوي يرشح نفسه يبقى يدعمك انت وشعيب. شعيب داغر عضو مجلس الشعب السابع عن الدايرة 20 سنة، فاكرني ولا نسيني يا زلصة؟ هتساك هتساك ده كلام برضه يا حاج داغر. المهم انت حضرتك الأول تحب تشرب ايه؟ ولا حاجة، أنا مش جاي ضايف. أمال سامح حضرتك جاي بتقول إنك جاي في طلب مستعجل ما يستناش. ما انا من اهل الحته ما جاتش عليا يعني. عموما ربنا يقدرنا على خدمه الغلابه. خدمه الغلابه اختصاصي انا يا استاذ محفوظ. انا فاتح مكتب لخدمه الغلابه من 20 سنة، من بعد انت ما هاجرت وسبت البلد بشويه صغيرين. وكان مفتوح برضه من ايام والدك الله يرحمه، كان عضو مجلس الشعب، وكل اهل باب الخلق يعرفوا عيلة داغر على سن وربح حاج شعيب. جرى ايه؟ امال ايه ده؟ ده مكتب خصوصي. لا ده انت مخك راح لبعيد قوي. لا انا مش فاتح المكتب ده لغرض ما في نفس يعقوب، انا فاتح المكتب ده مكتب خصوصي ادور فيه شغل يعني. طيب والناس اللي هاريينك طلبات؟ والله الناس دي لو كانوا شافوا حد بص في طلباتهم ونفذها لهم ما كانوش جولي يعني. من غير مؤاخذه انا دلوقتي بقالي في مصر اكتر من سنه، عمري ما شفتك ولا مره واحده في اي هره من حواري باب الخلق. الناس بتقول على حضرتك انك عامل زي التفاح بتظهر في مواسم. استاذ محفوظ انا مكتبي مفتوح لكل الناس، مفيش حد خبط على بابي ورديته. ايوه المهم انك تشوف طلباتهم وتقضيها. يعني معقوله اعلم نائب في مجلس الشعب يعمل ايه؟ انا عاوزك تصارحني، انت ناوي تنزل الانتخابات المره دي؟ الموضوع ده مش في خطتي نهائي. كويس قوي، عشان انا حاطط ايدي في ايد اخوك يحيى. والمفاجآت لما تيجي من الناس القريبه بتوجع. انت مالك بقى على طلبات الناس دي يعني؟ حاج حامد يا استاذ محفوظ لو سمحت، حاج حامد تدل رجاله الباشا
على الشولة اللي فيها الورق والطلبات بتاعت الناس، خليهم ينزلها له تحت في العربية. أي حد بقى يسألك عن أي طلب من طلباته قول له إن بقى في رقبة الحاج شعيب. أنت مش عايز تخدم يا حاج؟ شيل يا حاج شعيب، شيل. ما دام عايز تخدم شيل يا حاج. يعني عجبته الشقة؟ من ناحية عجبته يا فندم هي عجبته، بس هو رافض إنه يقعد فيها تماما. رفض؟ يعني ما عرفتش تقنعه إنه يستغل نجاحه ويرتقي بمستواه؟ حاولت يا فندم بس هو مصر على الرفض. هيعمل لي فيها زهد، ده لسه فاتح مكتب في باب الخلق ومقضي اسبوعين سفر بين طيران فيرست كلاس وفنادق 7 ستارز. ما هو يا فندم هو بيقول ان الناس صدقوه عشان هو شبههم زيهم، ده اخد شقه في الزمالك هيبقى زينا شبهنا مش هيصدقوه تاني. والتعليمات اللي طلبت منك تديها له عشان يقولها في البرنامج يا فندم؟ هو رافض يطلع التلفزيون ويشكر في الحكومة كمان، ده حتى مستكتر يقول كلمتين حلوين في حقنا واحنا اللي عملنا. يكونش يصدق نفسه للدرجة دي يا فندم؟ صدقيني انا حاولت بكل الطرق. طيب انا هبقى اكلمه. حضرتك عارفة ان داليا هانم دي زي بنتي بالظبط، وطبعا اللي مرضهوش لبناتي هويدا وانشراح لا يمكن ارضاه لها ابدا. اتكلم على طول يا نصر. حاضر يا فندم. هو زي ما تقولي كده في طراطيش كلام حواليها هي ومحفوظ زلطه، يعني في باب الخلق وكمان في الاماكن المجاوره. انا طبعا يا فندم متاكد ان القديسه داليا بني ادمه متربيه ومؤدبه ومثقفة يا فندم، أنا متأكد من الكلام ده. بس حضرتك عارفة بقى المناطق الشعبية البلدي دي ما وراهمش حاجة طول النهار والليل غير اللت والعجن، وبيصدقوا يلاقوا البانة عشان يشدقوا بيها. صحيح، هما بيقولوا إيه؟ ما هو يا فندم لو كان على الإوالة كانت تبقى بسيطة، لكن ده الموضوع وصل لشبكة الإنترنت العالمية. شوف مثلا حضرتك، انا هفرجك على شويه صور. الصوره دي مثلا، طبعا انا متاكد تماما ان الصوره دي متركبه، ده شيء واضح وضوح الشمس التركيبه هنا اهي. دي صوره هم مع بعض لا مؤاخذه يعني نازلين في البسين بيعوموا. اما الصوره الثانيه دي كمان فدي صوره هم بيرقصوا مع بعض في احدى الملاهي الليليه وحواليهم قلوب حمراء كتيره قوي. اوكي يا نصر، وبعدين؟ لا وبعدين بقى كان في كمان موقع مغرض شويتين ابتدى يقول ان في اشاعه جامده قوي عن السكرتيره الحسناء بتاعت محفوظ زلطه، وانه يجوز يعني يكون في بينهم وبين بعض علاقه في السر. انا طبعا ما قدرتش يا فندم ان انا اسمع الكلام ده وافضل قاعد ساكت، وكان لازم ان احنا نقف قدام ضعاف القلوب دول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. أوكي يا نصر، تفضل. مرسي جدا ليك، سيب لي الصور والورق وشكرا. طيب وموضوع العقد بتاع الغالي يعني والحاجة بعدين يا نصر، بعدين. تفضل. تحت أمر حضرتك. الألفاظ دي أنا كنت بسمع الكلام ده في الحبس ما كنتش بفهمه. بس بقى بس ما تقاطعش يا أخي ما تقاطعش، واعمل اللي بقول لك عليه واقفل بقك. رواية بس الوقت بيجري يا ناصر. ما تخافش، أنا خلاص ولعت الفتيل بتاع القنبلة، وقنبلة دلوقتي زمانها فرقعت، ولما تفرقع هيرموه زي منديل ورق منفوف فيه، ومش هيلاقي صفيحة يقع فيها غير احنا. طب يا سيدي خليني وراك لحد الصفيحة لما اشوف اخرتها معاك ايه. مش هتبات الليلة غير وهيكون حصل وحياتك عندي، بس قدم انت المشيئة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله يا سيدي.
اصلي. الحمد لله على السلامه يا داليا هانم. ايه الغيبه الطويله دي؟ واضح كده انك كنت ناويه تتريقي عليا، بس لو بتتكلمي جد فانا كنت غرقانه في الشغل مش اكتر. برافو برافو. انا متابعه من بعيد التغير الدراماتيكي اللي بيحصل في حياتك، لدرجه اني مش مصدقه ادائك في السمستر ده. لما بعتولي الريبورت قلتي اكيد الجريتس دي مش بتاعتك، بتاعت حد تاني وبعتوها لي غلط. ده اللي بيحصل لاي بني ادم لما بيلاقي هدف للحياه، اولوياته كلها بتتغير. صح. على كده بقى انا لازم اكون مديونه لمحفوظ زلطه كأم وكبزنس وومن. انت فاكره ان ارقام الاعلانات اللي بيدخلها محدش يعرفها سر؟ ده العروض نازله عليه من جميع الجهات. بس انا تعبانه قوي وعايزه انام من الشغل. نبقى نتكلم بكره عندك في المكتب. جود نايت. ميعاد بكره اتلغى. مين اللي لغاه؟ انا. والاجل غير مسمى. اوكي، هنشوف جهه تانية تكون مهتمه اكتر وهتدفع احسن. هو يشوف، انت لا. يعني ايه؟ يعني خلاص لعبه زلطه بالنسبه لك انتهت. كفايه قوي لحد كده. انت فاكره انك ممكن تطلبي مني طلب زي ده وانا وافق؟ ده امر مش طلب. مش هقدر اامن عليكي مع رئيس في الشغل بيهديكي بدبتين. وفيها ايه لما راجل يجيب له مديره اعماله هديه؟ ما فيهاش حاجه طبعا. دي لو كانت العلاقه اللي بينهم اعماله بس ومن الطرفين، مش طرف عايش مراهقه متاخره وطرف تاني شايف الاولاني فارس احلامه المنتظر مستر ام زي، زي ما انت كاتبه في اجنده مذكراتك. بتتجسسي عليا؟ كان ممكن اعتبرها نزوه مراهقه لو ما كانتش عامله بروي ودوشه كلام ولغط في باب الخلق، في المجلات والجرايد، في مواقع النت، وقبل ما ياخد اي قرار كان لازم اتاكد بنفسي. في زبون عايزه تقابل حضرتك، بتقول انها من باب الخلق. ولا باب الخلق ولا باب زويله، تاخد ميعاد وتيجي بعدين، مش فاتحينها سبيل. اخسى عليك يا سونا يا خاين. بقى أنا برضو محتاجة معاد علشان أقابلك. نوسة؟ قصدي ست انتصار؟ يا أهلا يا أهلا، اتفضلي. شفتي يا أختي؟ أدينا عشرة قديمة أهو. أصلك ما شفتوش أيام زمان، أيام الفرقة. فرقة؟ فرقة إيه؟ فرقة الصعقة. صعقة؟ فرقة الصعقة. أصل أنا والهانم كنا زمايل في الجيش. قصدي أنا وأخويا يعني كنا زمايل في الجيش. زي ما تكون غمامة ونزلت على عينيا، ما اتشالتش غير يوم ما بقيت مرته رسمي. طيب بس هو عيبه ايه؟ عيب واحد؟ ده في عبر الدنيا كلها. بخيل قيح، بتاع سيجاره وبتاع كاس وبيمد ايده ومقرف. وعد بقى يا اخويا عد. بصراحه احنا عارفين اللي فيها. انا مش فاهم انت اتجوزتيه ازاي؟ من خيبتي وملت بختي. يوم ما بيع نفسه بيعها بالرخيص. منه لله اللي كان السبب. لا محدش ضربك على ايدك، انت اللي ركبت دماغك. عارفة ومش ناقصة تقطيم. الله يرحمك يما. هي اللي كانت بتقطمني. مش ناقصاك يا سحس بقى. طب خلاص معلش، بص بقى خلينا في الشغل. أنا هرفع عليه قضية طلاق للضرر عشان نفقة المتعة. أنا مش عايزة منه حاجة، أنا برية بس يطلقني. والله جريئة يا نوسة، هتطلعي من المولد بلا حمص؟ هتعيشي منين؟ أعيش زي ما أعيش بس يغور. أنا ممكن أجيب لك شغل. لا فيك الخير يا ولد. خلصني من القضية دي وبعدين نشوف شغل ولا مش شغل. ما هو طول ما انت طبال وانا زمار مسرنا نتقابل. فاكرة يا نوسة؟ قرقشنجي ده بتحكي بشوك.
احلى مرق لحم كبشه معاك يا جماعه. خلاص اشتغل. منوره منوره المكتب. انت اللي منور يا اخويا. معقول دي ارباح شهر واحد يا استاذ عبد العليم؟ زدنا 200% اهو بسم الله ما شاء الله. يزيدي يزيدي ربنا يزيد ويبارك يا استاذ عبد العليم. ظهرت ايديك البيضة اهو. والله يا استاذ محفوظ انا ما عملت الا اللي عليا. يا زين ما اخترت محفوظ فعلا. استاذ عبد العليم اثبت ان الرجل المناسب في المكان المناسب. هو عايز منك حاجه؟ عاوز منك انت. بيتهيألي يعني بما ان نظريتي طلعت صح والمشروع كسب زي ما انت شايف اهو محفوظ، ممكن بقى دلوقتي يعني نتوكل على الله ونتوسع ونفتح فرع كمان. امال يا زيدي؟ افتح يا زيدي حد حيشك. اصله رمزي عمل دراسه جدوى. ايوه. وعاوز يضاعف راس المال عشان يفتح فرع جديد. قول له عند امه. انا قاعد محفوظ. قول له عند امه ومفيش راس مال هيزيد. الراي المثلي اللي عايز يفندر يفندر من دي بهو، يعني اللي عايز يزود يزود من عنده، وحلال عليه يا عم المكسب والارباح من الفرع الجديد. ايوه يا استاذ عبد العليم بس الموضوع كده يعني. ما سمعتكش قلت حاجه انا يا استاذ عبد العليم. سامع؟ طب قول لي بقى يا استاذ عليم ان الارباح بتاع المشروع ده يا دوب مكفيها مصاريفي، هتوسع ازاي انا يعني وافتح فرع كمان يعني؟ انا مال اهلي انا؟ انا مال اهلي يا استاذ عبد العليم؟ ها؟ مال اهلي؟ الراجل على حجر ابوه مش على رجل اخوه؟ كفايه ان انا عملت المحل وقفتك على رجليك يا راجل، يا راجل خليك حسيس، خليك بني ادم، اعمل حاجه انت بقى. أرجوك يا أستاذ عبد العليم من فضلك تفهم يعني. طب أستاذن أنا أستاذ حفظ. ما تنساش إن شاء الله معادنا الشهر الجاي عشان نراجع الحسابات يا أستاذ عبد العليم. ماشي. يلا يلا. أشوفك في المحل يلا. يلا وصل أستاذ يلا تعالى. يعني شايفنا أهو. أنت ما بتقولش حاجة يا أستاذ عبد العليم؟ ها؟ قلت حاجة؟ لا أنا. طب اتكل على الله، ما إحنا ما فيش أي حاجة، ده عيال ده عيال ماشية عادي. ريحتك تتجوز عشان تتجوز. عيال زبالة. نصيبها بقى. شكلها كده حاسة إنها غلطانة. بس متأخر شوية. لما قول له أدي حسين. شكلها ايه بعد الجواز؟ اشرب رابط كده وبقت. لم لسانك يا حامد مش كده. ايه يا فوزية يلا سبحان الله في طبعك. مش جارتنا برضو ومفروض الواحد يطمن عليها. محفوظ. ايوه. انتصار جارتنا القديمة جت النهاردة لحسين عايزة تتطلق. لا حول ولا قوة الا بالله. لحقت. اه جابر الصندوق موريها النجوم في عز الظهر. بس هي مش هتطلع من الجوازه دي كده اوانطه يعني برضو. لا هي طالعه عكمه شيء وشويات. لغ انت يا مدى. مدى لغ لغ حبيبي. بلاش لكلكه النسوان دي، بلاش اللكلكه دي. سد بقه فوزيه، سد بقه. حاضر يا اخويا. لغ يا مدى، لغ يا حبيبي. محفوظ رايق قوي النهارده. اه روقنا بيطلع علينا احمد. خد. داليا اتفضلي. يلا بينا محفوظ دلوقتي. يلا بينا فين؟